السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبألف خير ان شاء الله. عواشركم مبروكة، رمضان مبارك سعيد، بصحة وسلامة ان شاء الله وبأطيب التمنيات ان شاء الله بإذن الله. صراحة انا يا غبرت هاد الايام عليكم وتوحشتكم بزاف، وفي الصراحة انا ماشي لخاطري غبرت، وكان عندي شي ظروف ديال انني خاصني نتحول من دار لدار، انا والعائلة ديالي، دارنا الام ديالي والاخت والعائلة هكا وليداتنا، داكشي باش غبرت هاد الايام. وبغينا في الصراحة من الاحسن قلنا نتحولوا قبل شهر رمضان، نبغيو ان شاء الله ندوزو رمضان في دويرتنا ونكونوا مرتاحين، وراكم عارفين ضروري من الثمره ديال الرحيل هذا ما كاين. اليوم بغيت نقدم لكم ان شاء الله بقلاوه باللوز، كتجي معسله ومحمره، كتجي ما نقولش لكم مقرمشه ولذيذه، وكنتمنى انكم تشوفوا الوصفه ديالي وتعجبكم وتجربوها بطبيعه الحال وتعجبكم ان شاء الله باذن الله، وشوفوها معايا. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نبدأ اللويزات ديالنا نقليوهم. هو درت الزيت في الطنجرة، ما كنخليوش حتى كيسخن عاد تنديرو اللوز، تنديروه نيشان قبل ما يسخن الزيت هكا، خاصني نديرو ليه كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للوز ديالنا كما قلت لكم عندي كيلو ديال اللوز، فرقته على جوج لان ها اللوز ديالنا كيجي بحال هكا بركه عليه، خاصوش يتحمر اكثر من القياس. تنديروه على بابي كوزينيير، على الكاريت ديال الكوزينه، ها هو ها كيفما كتشوفوا معايا. انا فرقت اللوز على النص، درت نص كيلو قليته ونص كيلو خليته، اللوز ديالنا ها هو درنا اللي قلينا في الاول وسقطرناه مزيان من الزيت بطبيعه الحال، ها هو كنديروا اللوز ديالنا اللي ما قليناش حتى هو كنزيدوا عليه شويه بشويه. وهنايا عندي انا ما عندي كيلو ديال اللوز، ممكن نديروا في حيت كل نص كيلو ديال اللوز كنديروا فيه 250 غرام ديال السكر سنيده، يعني كيلو خاصنا نديروا 500. انا بالنسبه ليا مع الحلاوه، كاين اللي كيبغي الحلاوه زايده كاين اللي كيبغيها ناقصه، انا ما درتهاش بزاف زايده، ما درتش القياس كامل، درت غير 300 غرام في كيلو ديال اللوز، 300 غرام سكر سنيده. وعاد من بعد راه مازال بطبيعه الحال العسل عزيز يحليه، وعلى حسب الاذواق بغيتو ديروا. انا قلت لكم القياس ديال سم كيلو ديال اللوز كيجي 500 غرام. بسم الله نديروا سكر سنيده بشويه بشويه حتى هي. صافي كنديروه يتطحن مزيان، واللوز خاصنا نطحنوه مزيان. هانتوما تشوفوا كيفاش غادي يولي، خاصه يولي بحال هكا بحال الطحين اللي عندي له دابا، باش يجي تجي العقده ديالو دلوكه مزيان. اللوز هذه الطحنه الاولى ليه، ها هو شوفوا كيفاش تيجي بهذه الطريقه، هذه كيولي بحال هكا. ملي كنكملوه كامل كنعاودو المره الثانيه كنطحنوه، هي فاش خاصنا نخليوه يتطحن مزيان باش تجي العقده ديالنا
معلكه، هانتوما تشوفوا معايا ان شاء الله الطريقه باش غادي يتطحن مزيان. هو اللوز هو كامل طحنتو، هو كيفما كتشوفو كيجي بحال هكا. ودابا غادي نعاود نطحنو مرة ثانية، جوج مرات خاصنا نطحنو، مش عاد نقولو راه واجد 100%، خاصنا نطحنو نزيدو نطحنوه مزيان. اللوز ديالنا ها هو طحنتو كله جوج مرات نطحنوه، ها هو كيفاش تيولي، ها تيكون بحال هكا. دابا غنزيدو عليه القوام ديالو، غنديرو معلقه صغيره ديال القرفه، ها هي مسكه الحره، ها هي دكيتها بالمهراز. وممكن تطحنوها مع اللوز الا بغيتو، انا دقيتها بالمهراز مع شويه ديال السكر سنيده. ها هي ديروا القياس ديالكم اللي غتبغيو نتوما على حسب الذوق. عندي هنا الزبده كما كتشوفوا، هي ذوبتها وخليتها فوق البوطه مزيان حتى حيدت لها ديك الكشكوشه ديالها البيضاء. غندير منها شي ثلاثه المعالق كبار حتى لربعه المعالق على حسب ملي نخلطها، نخلط كلشي بطبيعه الحال. عندي هنا كاس العنبات المزهر، ها هو كيف ما كتشوفوا معايا، نخلط هادشي وغنزيدو بشويه بشويه عليهم. بسم الله توكلنا على الله. نخلطو مزيان كلشي، تنزيدو بشويه بشويه المزهر. حنا كنخلطو وتنشوفو اللوز ديالنا واش بدا يتجمع ولا خاصنا نزيدوه. بسم الله على قد ديال اللوز ديالنا، ها هي جمعناه ها هما كيف ما كتشوفوا معايا. ممكن نديروا ليه سلوفان، ممكن نديروا ليه هاد البلاستيك هذا بحال هكا، المهم خاصو يتغطى بما قدينا الورقه ديالنا، الوريقه ديالنا قطعناها وصايبناها، وبما صايبنا رولبنا العقده ديالنا ديال اللوز نوجدوها في شي بلاطو اولا طبيصير نحطوهم باش ملي نديرو نصاوبو الوريقه ديالنا ونقطعوها نصايبو نلقاو العجينه ديالنا العقده ديالنا اللوز موجوده ان شاء الله. نشوفو بسم الله، ها هي ها كيفاش نديرو ليها، تنصايبوهم بحال هكا.
البقلاوه ديالي ها هي تحمرت، هيا شوفوا كيفاش تجي، كتجي رائعه ومقرمشه. غادي نسقيها دابا، ممكن نديرو القطر ممكن نديرو عسيله، انا درت عسيله بالمزهر. بسم الله، كما عارفين كتبغي العسل هي، عندك العسل والقطر. الا كنا نديرو العسل نديروه كثير، والا كنا نديرو القطر نديروه كثير. ومازال خاصني نزيد. بالنسبه للورقه ديالنا اللي بغيت نقول لكم ضروري ونعلمكم بها، انها ماشي الورقه ديال البسطيله اللي كتصاوب اليد، هذه الورقه ديال الكلاش. هيا كيف ما كتشوفوا معايا كنطلقوها، كتكون شي ثلاثه الوريقات او اربعه خطره كنديرهم. بالنسبه للبقلاوه انا هذه اللي كندير انا البقلاوه، كتجي رائعه. داكشي باش كنسرحوها كندهنوها بالزيت، عيب زويته نباتيه، كندهنوها مزيان وعاد تنديروا العقده ديال اللوز ديالنا وكندوروه مزيان، وكنحطوا بهذه الطريقه في الطاوه وكنقطعوهم طريفات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. وللتذكير باش ما نخلي حتى حاجه ما قلتهاش لكم، ضروري خاصني ناكد عليكم، لان الوصفه خاصها تكون على حقها وطريقها. الزبده انا درت سوم كاس كبير عامر زبده دايبه، ضروري تسقيوها مزيان بالزبده، هذا هو السر ديال البقلاوه اللي كيخليها تجي لذيذه بزاف. على البقلاوه ديالنا وجدات، ها هي كيفاش جات، جات محمره ومقرمله او مقرمشه، كتجي رائعه. انا هنا بالنسبه للتزيين زينت بالبيستاش ونوازيت، طحنتهم ما طحنتهمش بزاف الصراحه، طحنتهم غير شويه، ها هو كيف ما كتشوفوا معايا، لا في الشكل ولا المذاق، اللذه كتجي رائعه وكتذوب في الفم ما نقولش لكم. كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله باذن الله، وبشركم مبروكه بصحه وسلامه، رمضان مبارك ان شاء الله باذن الله علينا وعلى جميع امتي المسلمين ان شاء الله يا ربي، وخليتكم على خير وبخير، ونتلاقاو فرصه جديده وقريب ان شاء الله باذن الله. خليتكم على خير وبخير ان شاء الله.